ماري انطفى من الواير. انا عم اشتري لك واير. تبي واير؟ والله يا ليت تدزي درزن وايرات. ما عندك؟ اجيب لك وايرات. تبي بعد؟ تدري شنو مشكلتي انا؟ مشكلتي كريم، لو يجيني واحد يقول لي طافي شحنه اقول خذ هذا الشاحن لك ما بيه ترجعه. تدري انا احتمال اختفي الويكند، جل ما يختفي. ليش تختفين؟ بسافر. وين اخذنا معك شيء؟ طنا في الشنطة. والله بسافر وين يعني؟ ألمانيا. يا مصر يا دبي. الله مصر، اي مصر تجنن. صح نسيت. ادري. بس كيف تروحين مصر؟ خلاص اكيد كنت طفشانة منها. روحي. انا بروح بالعكس، تدري ما مل منها. حتى انا ما من اصلا مصر، جيتها 16 مرة. اي انا ما مل منها نهائيا. وين تروح بمصر؟ امان. تعال تعال صدق، شنو اكثر موقف صار لك بمصر ما تنساه؟ تعرفت على المصرية. انت انجز انت انت يا الثولة. انجز 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 انجز. شنو موقف صار لك بمصر؟ قول لنا موقف. والله اني ما مواقف كثير كثير موقف، صارت. موقف اقوى موقف ما تنساه. مرة يوم كنت ماشي في شو اسمه ذاك التيك توك، ولا جينا زين عجوز. تبي موقف حلو ولا مو حلو؟ الاثنين. جتني عجوز قالت تكفى يا وليدي، احنا يتيمين وابونا ميت وعيالنا مريضين ونبي فلوس. ثبت يعني انا ما معي الا 100 جنيه 100 جنيه. زين قلت لها ابشري والله ان ما معي الا 100، بس اخذيهم كلهم بس يعطيني 50. وقعدت انا بعد يوم اعطيتها صرت عاد انا مسكين، وقعدت امشي في الشارع وكل ما جاء واحد اقول ابوي ما يبيني وانا مغترب طحت مريض وكذا اقعد اكذب عليه. سعد، لا تشذب، من صدق كنت امشي في الشارع لا جتني تشذب. مهتقة. كنت امشي في الشارع جتني مهتقة. يا حلو ممكن سنابك يا الحلو كذا. هذا اللي صار. منو اللي يقول لك يا حلو؟ منو المغفل اللي يقول لك يا حلو؟ هل 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 كل هذا مو حلو؟ لا لا مو مستحيل. حلو. منو قال لك حلو يعني؟ شل كذب انا اللي اللي يطلع مو منك؟ حلو قدام. انا 100 جنيه وعطيته حق وحده وما ادري شنو. ايش فيك؟ تعرفك انت في الـ هذه اسمها بس مواقف إنسانية. مواقف اسمع، اسكت إنسانية خالص، قول كاملة. لنا كذا موقف صح، قول لنا موقف صح. عسى أنا كذاب ما قد رحت مصر. ليش؟ غير تحدين واحد يقول الصدق يا أخي. أنا مصدقت يا أخي إني رحت مصر يوم قلتي لي وين رحت وين. خلاص تضغطين علي، قلت لك موقف خلاص مشيها. خلاص يا أخي، ما للحين ما حفظتك عدل عشان لا يا أخي أعرف شنو متى. موقف طبيعي أعترف. خلاص خلاص خلاص، سامحتك. انا رجال اروح الغنام اروح. زين زين، في ناس يقولون انت رايح جورجيا. انت صرت رايح جورجيا؟ هنا ساسكت قليلا. جورجيا مدينتي المفضلة، مدينتي المفضلة. اخ تتفلين علي؟ اخ يا صايع يا صايع، جورجيا شو تسوي انت حق جورجيا؟ شو وين ليش تروح حق جورجيا انت؟ ها بربس وناس وخير وخماتير. بقول لكم سالفة بجورجيا. قليل الأدب. شو انا فلة 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 تدخل الساعة 12 وتطلع الساعة شنو 6. سوي؟ شنو صار لك بجورجيا؟ ضاع جوازك؟ شنو صار بجورجيا؟ لا انا ضيع جوازي كل هالجمال وضيع جوازه. انا زين انا اقصى شنو ونافع. صار؟ قول. تعال انا نلعب جولة بس عشان ان شاء الله تجينا فلوس ونسافر ثاني مرة. كنت في الـ في الـ كنت في شو اسمه، كنت انا ساكن اطلق فندق. شفتي اطلق فندق في جورجيا ساكن فيه. اوكي. طابق كامل حاجز لي والعيال، احنا ثلاثة بس. بس تخيلي ما في الشب. طابق كله، تخيلي من زود فلوس ننام بالسيب. ما ننام في السراير، سيب الطابق. لا الصدق الصدق
كنت ساكن في فندق يعني جميل. المهم احنا ما نعرف انجليزي، ما نعرف. فجورج من بعد الساعة 2 أو 1 كذا ما تشفينا إلا ماكدونالدز نايمة، إيه صبويه والمحلات الوجبات هذه السريعة الشركات الكبيرة فاتحين بس تلقى العالم دق إلا في مكان واحد بجنب فندقنا، ما أدري فندقنا تحت، كل شوي صافطة سيارة، كل شوي صافطة سيارة، عالم فل. استغربنا شنو هذا المكان، وجينا يوم جينا بندخل واللي وقفنا البوديغارد ولا يقول باسبورت 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 باسبورت، الله وفق له توكلنا وريه الهوية، قال تأكد ان عمري فوق 20 مدري 21، قال كمان كمان جو جو انزين. يوم دخلت ولا لقى الشباب كلهم بقلاصة، الشيء الاول هذا، والشيء الثاني يلعبون بلوت وحاطين فلوس ما ادري شنو. قلت هذا ايش المكان؟ لقيت واحد ولا لقيت واحد هناك سعودي قال هذا هج هج هذا مدري حق قمار وكذا، قال كذا والله هو مسكوا كازينو يعني كازينو. قلت طيب ابا بلعب بلعب، قال كم؟ قلت 110 ريالات، قال هذه راح اكلفها من معك، قلت بفوز عليك ما بال اطجمع فلوس امزح والله. من قال لي كذا قلت يلا شباب دورنا فوق تحت مشيت اكيد اقعد قمار وقمار قمار هذه السالفه يعني زينة السؤال عندي زين كمل خلصتها ولا كمل؟ تبي سالفة حب صارت لي؟ اي قلت في وحدة اسمها تالا حبيتها قبلك الصراحة يعني مزة كنت احبها مرة زي اوكي صار اللي صار يعني. شوفوا صدق ما في شيء يدوم الحين انت اي وين راحت؟ موجودة هي يعني بس حاطين الكسبير على ما ترجع فهمتي بعينك ان شاء الله سبير دعمتك سيارة فيها يا ربي وعيش اي كلام اقولك سبير واحد عشان يغيروا فيك يا سعود حسن الله على سوالك وعلى لسانك بلا قص اقولك صدقين ايه انت ايش يقولك يا صدقين ربيتك السبير في عينك سبير مش ما تستحي انا ما انا اعطيتك كوي وايد انا اعطيتك كوي انا اعطيتك خلاص انا زعلت اقول لك باكر عيد ميلادي واحتفل فيني وخلنا كذي ان انا استانس وتسمعني كلام كذي ايش تبي قولي تم غني 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 احسن واسكت دقيقه ناموس والله شكل خانتك نفس ما قالت الناس اي والله خانت لا ما خانتني بس كذا اعطتني بلوك بدون اي سبب احسن انت وي مال وي بلوك انت بلوك انت لازم واحد يسوي لك بلوك على كذبك هذا لازم واحد قول الصدق نبي موقف صار لك صح خلاص النساء ما تصير مواقف يعني قويه مره في مواقف بس يعني مواقف يعني مثلا تنقال في المكالمه في السناب يعني يا اوكي ماشي بطوفها بس انا بسمع الكلام زين بسمع الكلام بسمع منك سوالف وبعدين بروح اقول حق المتابعين بدرس بغبغاء زين موقف الجواز هذا اللي ضيعت جوازك متى ضيع جوازك تبون انا قلت لكم سالفه الجواز كيف ضاع انا بقول لك والله صار معي موقف في مصر تفضل والله الحكي هذا زي قبل تسولفين ايش رايك في الكشخه ما ادري ايش رايك في الكشخه ناريه بعد عمري ما تشوفني لفيت وجهي من كثر جمالك اسمع الحكي هذا تقريبا 2010 2011 وقت الثوره يعني عقب ما خلصت الثوره بشوي يعني زين كان شوي للحين ما تعدل الوضع بمصر فأنا رحت أنا كنت بالجامعة هناك زين فنزلت فترة دقيقة يوم كنت في الجامعة في أحد لطشك لطشني شلون لطشني يعني يعني عاكسك
وايد وايد. أعطيني اسمه ولا تجيب لك كم حشبه. اسمع ازاي. لا بناس في المهم شنو والله اسمع قولي قولي. انا كنت قاعده بش اسمه لا رايحه عند وحده من البنات قالت لي تعالي عشان اخذ من عندها ملف انا كنت ناسيته ملفي مال الدكتور وكذي اللي كنت براجع عنه مال الغده. فالملف مالي مال المستشفى وكامل وكذي سوالف كنت مسوي حادث وقتها انا. فكل تفاصيل الحادث كل اوراق اللي اخذتها من الكويت كانت معي الملف. اقول شب وقعد واسمع سوالفي خلنا اكمل. زين والله العظيم اقسم بالله راح تنصدم. ايوه. فانا شنو معي ملف ومعي اوراق وردي صاحبه من البنك مبلغ. اوكي فقلت اني بخلي جنطتي بطلع او اخذ منها الملف وانزل. اطلع علي اثنينه. زين قسما بالله العظيم طلع علي اثنينه، واحد ماسك سكين والثاني ماسك مسدس حطه على السايق التاكسي. طلع السايق متفق معاهم. اوكي وانا شنو انا نزلت واقفه على البوابه، فالبوابه حديد. فلما شفت سوى كذي بالتاكسي زين والله يا سعود اسمع اقسم بالله العظيم مثل ما اقول لك. اوكي فشنو دشيت البوابه وسكرته وقعدت اصارخ. شعري كان حيل طويل، مسك السكين وقص شعري قسما بالله العظيم، قص شعري والله العظيم المصحف قص شعري انزين، وكله بس عشان يسحبني يعني يسحبني من شعري، ما قدر يسحبني ملابسي يسحبني من شعري. سكرت البوابه وقعدت اصارخ يا الحارس عشان ياخذون الجنطه ويغيرون اغراضي ومشوا. تدري والله العظيم رحت هناك هذا المخفى. تدرين لو انا اقول لك بطاقتي وجوازي خليني اتكلم عطي سد فرصه اللي يتكلم. تدرين لو انا بوقتها طالب معك في الجامعه وكنت امشي معك تدري ايش اسوي؟ تدري ما تدري؟ والله راح تموت بمكانك، والله راح تموت بمكانك والمصحف راح تموت بمكانك. اي خير يا حبيبي اقول لك انا قمت اصارخ اقول لك واقفه والله العظيم بالفريج اقول لهم يا جماعه لحقوني لحقوني ما حد عبرني ما حد عبرني قريب حريمه سنتي ما فيش خير. ذاك الوقت بس لو كراف على السماعه ما اعطتني رنه كان عند عينك ولا مد مسدس عليه ولا يقطع اتصلت بك يا مش عارفه اقول لك ايه وانت ما عبرتنيش. كنت مع تالا صاحبتك اللي بتخني معاها ماشي، كنت بتخني مع تالا وقتها عندكش دم والله. بقول لك موقف صار لي والله بس اسمع خليني اكمل لك والله الحين ما خلصتها. اسمع كملي يا لبك. قعدت اصارخ بالفريج زين واصارخ وكل حق الناس وابكي ما حد عبرني ما حد عبرني. فريج النصر امزح يا عمي هذا الشارع مالهم كذي هذا الضيج. والله رحت مخفر اسمع رحت المخفر اوكي مال الهرم لان انا كنت منطقه كذي من الهرم. كان اروح هناك دشيت عليهم ابكي. تخيل سوى الضابط اللي هناك والله العظيم بذبح الحمار. اعطاني ورقه شقي بالدفتر واعطاني كذي ورقه صغيرونه وكتب لي هذا رقم المحضر. قال تعالي راجعينا بعد شهر ان شاء الله يكون لقينا. اقول له جواز عادي عادي روحي السفاره انت مصريه عادي روحي السفاره يطلع لك في اسبوع. والله العظيم يا سعود بطاقتي المدنيه مالت الكويت الليسن مالي بطاقه البنك ما ادري شنو. اول ما وصلت الكويت هني كنسلت البنوك وطول اطلع الليسن مره ثانيه بدل فاقد ولا اطلع بطاقتي شقيت. هذا دليل ان يلزمك رجال يكون عندك رجال زي انا. صح والله لازم كنت بروحي سند لك اقسم بالله لو كنت موجود والله العظيم لو كنت موجود وشعري انقص يا زود شعري انقص يا زود انا تمرمطت يا زود. الحين شعرك رجع ولا ظل نفس ما هو شعره تغير؟ لا ما كان طويل وايد السعود ايش فيك ما اكيد ما راح يطول والله السعود. والله لو انا موجود وكنت امشي معك ان من اشوفهم ها تلفيني مين ما تلقيني الا عجتي وراك. أنا أدري لو صار لي هالموقف أنت أول واحد راح تنحاش.
والمصحف يا عمت عرفت عرفت الركض اللي جسمه النمر الوردي هذا اللي بالكرتون انت نفسك راح تنحاش نفسك تركض انا ما اشوفك كذي قدامي انا واحد لو يطلع لي بقلم بس انحاش تقري لي سكين وسلاح مدري شنو بس وقت جدا انا ابضال والله طلعوا لي انا شفتي لا انا شفتها قربت اقول تدري انا ما طقيت احد من قبل يا طقيت احد ايه قولي احد طقك كان ناس طقتني انا من ظل ما طقني اللي بيطقني ترى بيتنا قريب انت ما طقيت او انا ما طقتني عين انا ما احب اسولف في الامور هذه لاني انا رجال ما احب اقول اني طقيت وطقيت لاني انا رجال افعل ما اتكلم صح زين شنو سالفة الجواز ليش مباق جوازك من باق طاح من السيارة ضاع وين بنقول لك السالفة نقول السالفة من غير تشوف سعود من غير افلام قول الصج يا عيبتي كان معقول بين وجه كذاب يعني يا عيبك عمري يخسل يقول عنك كذي والله زين رانيا من متى وانت موثقة من سنتين والله طولتي والله صدقين انا رفعت طلب سناب والسناب من 4 سنين يا ربي تقريبا من 2019 السناب او 2018 زين السناب في فرق والانستغرام هم 2018 في فرق بالسناب بين موثق وغير موثق اي طبعا فرق وايد بالسناب فرق وايد انا رفعت طلب توثيق ورفضوني ليش وين هذا بالتيك توك سناب لان انت ما تنزل فيديوهات وايد والله انا انزل فيديوهات وايد تعبت انا انزل فيديوهات وايد لا لازم تنزل فيديوهات وايد لازم تتكلم وايد تصور يومياتك ما ادري شنو هم يبون كذي لان شوف يشوفونك انت كثر لو يبون في يصور عيال طريف كلهم صورتهم بس يوافقوني انا كل الشروط موافقها مشاهدات انطر انا اعرف ايش كثر قاعد تنزل فيديوهات انطر نزل والله ها نزل قاعد تنزل 121,000 يعني انت منزل 121,000 فيديو شو عرفتي اعرف يبين دلي؟ بس انت يبي ان انت لازم توثق اول شيء تيك توك ليش ما وثقته موثق تيك توك قول والله والله موثق من زمان لي سنه الحين موثق زين اوكي دز لهم قول لهم ان انا موثق وكذي صور لهم المشكله اذا ارسلت لهم وجاني رفض لازم بعد 6 شهور ارسل ثاني مره شلون يعني سناب اذا ارسلت لهم وجاك رفض لازم 6 شهور بعد بعد ما ترفض منو قال لك الحكي الفاضي منو قال لك الحكي الفاضي والله كذا ما له شغل سناب وايد قاعد تدز عادي بس انت لازم تدز لما تدز لهم على السناب تدز لهم كذي ايميل لازم تصور نفسك فيديو تسولف وتقول لهم انا فلان الفلاني كل شيء سويته كل شيء قلت انا سعود بن خميس كنت احب واحده اسمها رانيا وكل شيء قلت لهم حتى اني متى ولدت وقلت اني طحت مريضه ذيك السنه وجانا كورونا وطحت مالك دزت لهم اليوتيوب مالك حطت لهم التيك توك مالك حطت لهم انستغرامك شلونك ارفق لهم صوره الجواز بعد لازم كذي ما طبعا لازم هم ترفق الجواز السفر طبيعي يعني مشان يوقفونه كل شيء يا اختي زودت لهم اشاعه بعد حقت الراس يمكن في ضربه ما يقبلون انت اليوتيوب صورت اليوتيوب يوتيوب انا ما استخدم اليوتيوب زين بس عندك مشاهدات وايد يعني عندك باسمك كذي مشاهدات وايد مو شرط يكون عندك بس توريهم فيديوهاتك اللينك مالك والله يمكن لازم انا لازم لازم انا اعتقد انه لازم دقيقة بس تعرفين تطقين أبهر سعود أنا خلاص ما 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 بس ما بي خلاص انتهت علاقتنا أبهر ظهري بس خلاص لا بس
خلاص والله بس لا بس خلاص علاقتنا انتهت بس خلاص والله ما مشكلتك اخر حبه يعني انت مشكلتي انا يعني انا اخر حبه اي انا اخر حبه اي انا اخر حبه اي ما والله ما انت اخر حبه والله لو انك مين 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 دقيقه رقم كم 54 من البنات اللي عندي تدرين قبل شوي انا اكل كذا وعاين وجهك كل ما اشفط شفطه حصلني زين سعود غني لي تدرين اليوم ما دخلت مع بنات انا شايفتك بتيك توك داش مع بنيه انت هذا السالفه انا شايفتك اليوم داش مع بنيه لا تكذب انا اقصد لك يوم بثيت مع بعد ما كليت انا مو بعد كليت انا قاعد اتكلم قبل لا تكذب انا شايفتك داش مع بنيه ايه قبل بثيت خير دشيت شي على تيك توك وقاعد افتر تشي ولاقي سعود اونلاين داش مع بنيه لا تفلم ترى انا قاعد اراقبك بس للمعلوميه بس ترى يمكن اسولف معك انت تسوي كذا خير ان شاء الله أغض البصر مهما كان تستر أوكي أنا بسامحك بس غني تبين أغني لك لبا حفظت أغنية جديدة قولي يا جنو ثواني بس خلنا شغلني وين الأغنية؟ دقيقة طفي الموسيقى طفي الأغنية ولا مشكله يا لبا ما راح ارد عليك افا عليك بس افا سعود سعود دش معي باحكام جاك دعم ابي احكام قويه أحكام انا ابيك الليله احكام قويه احكمك اي ايه انا بحكي بحكام قويه انا بيك اليوم انت لازم تشوفين لازم انا بيك اليوم انا اقول لك تغني لي انا اقول لك تغني لي اقول 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 يلا 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 قس انا اليوم ابيك انا اليوم احكام انا اليوم ابيك اتحداك تفوزين علي يا رانيا شفت الاحكام اللي خليتك توقف هناك شفت الاحكام اللي خليتك توقف هناك زين شو ايش راح اسوي فيك لما انا اقول لك غني تغني زين يلا انت يا راني تهدديني انا يبا انا بهددك ايوه انا بهددك انا بيك الليله انا بيك الليله انا بيك الليله قطار بعد عمري انا بيك الليله انا ابيك الليله يلا في غدره يلا 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 عشان انا بدي اتغنى تكبيس أقول أنا قسم بالله الحين أحكمك أحكام مو طبيعية أنطر علي يلا يلا السكور عالي بعد عمري تكفون أنطر علي أنا أقول لك غني ما اسكت خالص أنا عايزك جماعة تكفون لا تهدوني
وناس رتبهم بعد القمي ميوت ما ابغى ما فوزين تكون ترى بي انا كل هذا عشان اخليك تغني قطار يا عيال انتبهوا يا عيال انتبهوا يا عيال يا عيال لا لا تكفون 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 أمانة تبوه تبوه من أمانة 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 خليه يغني نطره يلا يلا لا تهدوني سعود سعود يا سعود يا سعود أبيك الليلة يا سعود والله أنا حكام حكام تكفون لا تهدوني قطمست هويتي ومحوك تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لا لا هذه جحفلة لا هذه جحفلة لا 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 هذه جحفلة أقول أنت تسكت خلاص ولا كلمة هاي جحفلة أقول على كلمة يا مزج خلاص خلاص دنيقة هاي جحفلة طعمت على راسي هذه جحفلة ما أحب كذي ما أحب مع واحد مثل الناس هاي جحفلة انتبهي انتبهي يا مزج انتبهي إلا أنا لا تستهين فيني في الجولة الحكم الأول هذه جحفلة هذه جحفلة اللي تسويها ولا أجي أعضك مع هذه جحفلة هذه جحفلة ما يصير هذه جحفلة هذه جحفلة هذه جحفلة أي قطر بعد عمري على راسي أشكرك وايد هاي من قطور يا هاي من قطور يا داعميني أحبكم وايد ضيفوا الداعمين يا جماعة والله العظيم قسم بالله يعني أقطر أشكرك وايد 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 يعني شكرا شكرا بالناصر يا بعد راسي فهد الكويت هذه جحفلة اللي أنت سويتها هذه جحفلة هذه جحفلة لا هذه جحفلة إحنا ما اتفقنا أي ولا يهمس ولا يهمس لا أصن السكف أخلي لغليغ استلها بسمعني والمصحف أنا لو رزقتك كف أنت كذا بنكشر الخشب اللي أنت فيها جلسة والمصحف والمصحف يا رانيا والمصحف يا رانيا لا خليك تنفذين أحكام ما نفذتيها من قبل وأنت ممثلة فاشلة هيا أنا فشلة أنا فشلة يا فاشل أنا فشلة يا فاشل يلا أحسن ما بيك وجهك كلك أنا فشلة يا فاشل أنا تعالي لي شتب شتب فش شتب يور ماوس اسكت خالص شتب يور ماوس حقك أنت مو حقي أنا جحفلة يا سعود ها أنا سوي كذي معاي يور ماوس يو شتب شتب أفا أنا جحفلة شي سوي معاي شدوا تكفيس يا جماعة تكفيس تكفون تكفون هذه الجولة يا عيال تكبيسكم تكبيسكم يا عيال بالمربع 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 ودي كذي أسوي كذي ينزل لي كذي شيء قوي أقول إيه والله ودي أغمس كذي ينزل لي شيء قوي أقول إيش تبي أنت إيش تبي إيش تبي إيش تبي ودي أسوي شيء أحكام تجيب لي بيضة تكسر على راسك كذي يمكن سناوك يا لبا ولا تتسبح كذي بماي بماي ها انطر ترى حد يجي بسناب جيب بسناب انت يا امي راح اسمع اغنيه قلت لك احكم راح اسمع اغنيه اجنبيه هاديه وراح اخسر فاهم كلام الأغنية؟ طبعاً فاهم يقول أحبك أحبك موت يا ريانة أحبك إيكو أدبل عيال أدبل عيال أدبل يا عيال أدبل أدبل فهد أكتسر ولا شنو؟ أكتسر ولا شنو؟ هباي ما راح تقدر على رنوي انطر انطر بس سعود يا سعود يا سعود اللي ما يعرف الصقر يا شويه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
يلا يلا جهز حق احكامي. اقول سعود ترى الاحكام اللي انا بقولها انت راح تنفذها، لا تقولي لا وما بجحفله. انت فاهم ولا مو فاهم؟ ترى قاعد اتكلم. لا ترفع عن صوتك، لا ادخل يدي مع الشاشه وانثرك بوكس اطشر ضروسك. ها بوكستي اطقم سنانك اللي فوق واللي تحت وتقعد لي عجوز عمرك 80 سنه لا عارف تاكل ولا تشرب واخرس خلص وما تتكلمش معايا. انت فاهم ولا مش فاهم؟ اخر الثواني شباب جماعه تكفون، ديروا بالكم تحفل امان عليكم، ديروا بالكم ديروا بالكم تحفله، ديروا بالكم تحفله. اي قطر بعد عمري فت هو والله داعمني. دير بالكم من جحفله، دير بالكم من جحفله، دير بالكم من جحفله. يا حرام يا حرام يا حرام. باقي الفاصل عادي. لا ماكو فاصل، ماكو فاصل. بسوي الاحكام. اقول 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 اسكت اسكت اسكت. زين اسمع رانيا. اسمع رانيا باقي فاصله. انا فزت بجوله، انا فزت بجوله وانت بجوله الحين. بس مالي شغل يا سعود، شو الافلام يعني؟ ايش فيك كذا اللعبه؟ والله كذا ما من متى كذا اللعبه؟ من متى؟ طيب دقيقه، وجولتي من ياخذ اللي راحت؟ ابلها واشرب مويتها يعني؟ اي ناس قاعد تقول فاصله. يلا حاضر يلا يلا فاشل. لا تلعبين مع مع يا شيروا البث، شيروا البث، شيروا البث يا عيال. اول ما تفك الجوله كلكم تكبسون في المربع. طالبكم طلبه ذي، لا تفوز علي. يلا 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 كمان يلا كمان. دي هتفوز عليك وتكسر راسك. دي دي اللي انت عملتوا عليها دي هتكسر راسك عشان بس اعمل كده، بس كده بس افوز. ماشي كده تسكت خالص. يلا تعالي لي تعالي لي تقولي فاصلة. ها قلب لك مصر احسن. الله العظيم ما وقفت بعد هاي العلاقة. صح تبين طقيني ميوت، طقيني ميوت. ما بك يا عمي غني، ما باك تسمعين يا أخي. إيه إيه اليوم الحلو ده إيه لحظة. ما ندق على الخشب لما تفوت. طيب بلا نبيها تورونا نجوم. أعرفك هذا طبعك يا محيرني، عشرة أيام تنسى اليوم تجرني. أعوفك ليش زمن والدنيا أدب العيال بدوايا راحوا يا عيال راحوا بدبل بدبل. أدب العيال شفت هذي شفت هذي شفت هذي شفت هذي شفت هذي. ركزت على هذه انت؟ ركزت على هذه؟ ها؟ ادب العيال رايكم بالنوت؟ بذبحك اليوم الدبل الدبل بذبحك اليوم. انطر انطر انطر. يلا حبايب يلا حبايب بالناصر. هاي لا لا تدوني لا تدوني، انت على الخلاط انطر علي.
الخلاط لا تدوني خلاط يمز حبايبي. سعود قوي على نفسه، سعود قوي على نفسه. انا قبل امس انا كاسره راسه كم مره. شنو سعود يقولي واحده كسرت راس سعود؟ الخلاط يمز الخلاط. اقول 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 يمكن مدام ودي اقولها. خلاط ولا تفرق معي. انت ابو نجاح في العيال. يديكم يديكم. ماشي 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 عادي. هذا جاي سعود بن خميس اوكي. شنو احكامك؟ خلص شنو احكامك؟ دقيقة لا دمري ايه قطر. والله انا قاعد اشوف خافي تكسرت والله فدوة ما قصرت. خلص خلص شنو احكامك؟ خلص شنو تبي؟ والله بصورك الوضعية. دقيقة خلينا نحكم شيء. بن ناصر جاء المنحرم. يا بعد روحي بن ناصر، يا بعد روحي. الحكم الأول الممثلة انجز. انجز شنو يعني هذه؟ يعني يخلص. الحكم الأول طحين على شعرك. شنو؟ طحين على شعرك بما أسوي أصن لك بذل كول أرن راسك رن. أوكي خل اللي بعده. أي بعد؟ كنت ثاني. ما جلست على كامل وجهك يا وجه الضب. ضب يا معفن. اللي بعده حكم الثالث يا لباء. يا لباء الجميلة. لو انك ما انت جميلة كان حكمتك اقوى. يا خلص. حكم الثالث شكرا اشتراك بنك فهد كويتي كل دائمين. مرة تشوحينه مع الشباك اللي وراك شوح. لا اول شيء اول شيء اول شيء لو تنجز انت اول شيء شنو قلت؟ طحين. والثاني شيء معجون. لبسنا على وجهك. انا عندي طحين غير الطحين يعني غير الطحين على شعري غيره يعني احترم نفسك. فازلين ايش اسمه؟ فازلين. لو المصعب ما يصير فازلين خير ان شاء الله عطلع شعري خير. نفذ الطحين. لا غير الطحين نقول شيء ثاني مثلا اكل شيء كذي. والله ما مودي اشوفك تاكلين. ما بيك تسمنين وتخربين يا قلبي. لا تحاتي راح اسمن والله. تشربين معجون طماط كامل. معجون طماط ما عندي هذا الصلصة. ايه هو هذا تنوكل تزلط زلط بسرعة بس ترخي على ما تجيني. يلا يا لباء فديتك. معجون طماط معجون طماط تشرب؟ اي تشرب. انا كنت اشربه وكنت بزر. يلا يا عمري فديتك. خليني اطحن. لا خليني يلا قوم ركز. ايش انت شايف ايش قاعد اسوي بعمري انا؟ ما شاء الله شيبتي ما شاء الله. اي والله شفت شيبنا شيب. سامحتك خلاص يا والله. والمصحف شتي سامحتي.
ما يروح. يروح بشتري لك واحد زي حرام عليك يا سعود والله حرام عليك وقسم بالله العظيم حرام عليك. بمرك بكره بتعفر حق ظلت كتل لو تكشفي ما حد يشوف وجهك. يلا 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 تلعبين ولا تطلعين؟ اي العب انت تعبالك بس كتانة نزينك العب يلا 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 ايش قطر لبالك ايش قطر اي قطر اي على الاقل دعمني اي اي ايش تبي انت بي قطر ايش تبي يا زينك اخاف يكيبلني قطر واحده صدق واحده رانو ايش اسمك انت اللي جيت الكويت تعزميني على مطعم مشبوس دي اي اي اعزمك على فريج صويلح والله والله لا ما احب فريج صويلح كليت فيه ترى على فكرة أنا كلمتي واحدة أوكي كلمتي واحدة طيب قولي لي لك جوال آيفون 14 خلي كلمتك إن شاء الله 10 قولي لي دليني شوي تبيسكم شباب ها هم رجع قلبي حين ما كفى جرح البي ضاق المور من حب الفات والقلوب ما ظل أجيب بودرة حط على شعري لا 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 تقربين لا ترى إن شاء الله يفتحوا رأسك إن شاء الله طابوقة أرمكس تشوفين رقمهم حق الكويت أطلع لس ها والله والله أبطلها وبطلها ها أبطلها وبطلها لا تبطلين أجعلي بطلون رأسك إن شاء الله بسكتون لا تبطلين يلا لي هذا مستحيل شفت تعال الكويت وليش لا والله يعني. لجيت والله لجيت تغالي علينا يا سعود تغالي علينا يا سعود والله اذا جيت تطنيه انا قاعد افوز بكره بكره ان شاء الله ماشي الكويت بكره طيارتي انا قاعد افوز ايه القطر رجع انا قاعد افوز تكبيس شباب تكبيس لو فزت عليك بخليك ترسل انا قاعد افوز انا قاعد افوز يعني اوكي ولا مو اوكي الحين ركز على صورتي انا العتيق فادي كويتي محمد اسماعيلي شكرا جازي حياة الاحكام اوكي ما له دخل من الشبكه يا رانيا ايش شبكتي من النتندو هذا الايفون حق مين يا لي هديه اول هديه عيد ميلادي يا جماعه شم على الدهنه والله العظيم اول هديه عيد ميلادي وصلت الهديه تنعطى ولا لا بس بتاكد ايه تنعطى ليش لا بس مو بالاحكام هدري مو بالاحكام من قالك انا بحكم انتبهوا 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 انا بلشت افوز انا بلشت افوز راح افوز يا سعود مانا لا تخلوا ضغطي بس على قطر يا جماعة وينكم وينكم يا جماعة وينكم ملول صبين باقي المشروب على شعبك قول شنو شنو الحكم الأول؟ رانيا اسمعي لي قول خلص يلا عشان ندش أقوى يلا عشان أنا بكسرك اليوم شنو؟ أنت تكسرين اليوم؟ إي أنا بكسرك اليوم نعم حكم تعزيلي طيارة المالديف أغير جو يومين وأجي اللي يقول هذه عندها الرنج الجديد وتدور دعم ترى ما له شغل احنا قاعد نلعب ها عندك الرنج الجديد اي ما له شغل الحكي الفاضي او الكلام الفاضي قاعد تكلم بكره احجز طياره على حسابي وتسلبيني الرنج في الكويت مده يومين اوكي ما عندي مشكله قولي والله مصحف الشريف و...
وقحص فيه مالك دخل عادي. الله من الفلوس ما شاء الله. بس يلا أخذنا الحكم العب. والله والله العظيم. كم مدي له؟ شلون أسود صح؟ لا جراي من داخل البيت. جراي شنو يعني؟ رمادي. شنو جنس الرمادي؟ والله ما تعرفين تختارين ذوقك. ايش ذوقك انت؟ متصل علي قبل تشترينه يا اخي. المره الجايه ان شاء الله. انا عندي البنت اللي برا واقفه من داخل بنفسجي ومن برا. ترى شايف سنابك اليوم راكب رنج. ايش تبي لهالدرجه؟ الافلون حلوه قلتي رنج؟ لا مو رنج والله. افلون ذي افخم سياره في العالم حاليا. عبالي رنج داخليتها نفس الرنج بالضبط. سعرها هي 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 وهي يعني مستخدمه لابعد درجه استخدام سيء فوق ال 500,000. لا بحكم عليك. نفستي نفستي. ليش يقولون جدد البث؟ ايش فيهم؟ وجهك مغبش. وجهك ماش. قول والله. والله انا بروح قطر ان شاء الله. شلون اجددها؟ شلون 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 اجدد البث جماعة؟ شلون بس انا الحين مغبش؟ نترى ادب العيال. ادب ادب 30 وردة 30 وردة. مقدار عوف قلبي ما ينطيني. الحين اوكي؟ الحين اوكي؟ لو ما اشوف اي الحين 100% سلي اني بعيني. لو ما تربل تربل ضرب ثلاثة يا عيال. تربل جماعة حبايبي. يلا يلا تكبيس أمانة. ممكن شعلة يقطر بعد عمري يعني ما ما قصر. حرام تربل يا عيال تربل. وين داعمين تكفون؟ يلا يلا أمانة. أبي أفوز أمانة. 11 الترتيب مالنا. يلا 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 أبي أفوز أنا. أقول يا مزة. نعم قولي لي ردي يا مز. ترى هذه يعني لا ما راح أقول لك يا مز. شيروا بث يا جماعة شيروا بث. يلا خلينا نفوز علي. يعني ترى قاعد حكم علي مرة الحين البودرة بعدين الثاني بعطيه رنج لمدة يومين خلاص. انت سابق من سيارة سيارة؟ لا إلا أنا ترى أفوز عليك والله بسواقة. أنا مينونة. لا 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 أنا مينونة والله صدق. أنا مينونة. أنا لدرجة إني أسوق برجلي. لا لا أنا مينونة. لا أفوز عليك أقسم بالله. أنا مينونة مستحيل. مينونة أنا بتوين ويوتشي ودايسة وما أدري شنو. لا لا أنا مينونة مستحيل تجيبين ربع سواقتي مستحيل. لا 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 أنا صدق مينونة والله. شعرفك أنت بالسواقة؟ أقول لك أنا مقارنة. أنا مرة أنا مرة قسم بالله سكرت العداد على 380 بالرنج. لا بي ام ما تجيب 380 ولا لونها الطياره. اقول لك على شيء والمصحف الشريف انا والرنج ولا مره دست فيها صراحه. يعني اخر 200 240 كذي على الرنج بس غير كذي لا مستحيل. يا معود والله اقسم بالله انا كنت رايح الساحل الشمالي انا دايسه زين لدرجه ان انا يتوقفت التاير. بسالك سؤال زين. بسالك سؤال. تعرفين تسوقين غير عادي؟ لا وين السواقة في الموضوع؟ ما أعرف حاولت ما أعرف. أصلا بداية الفن لازم تكون تعرف. ما أعرف والله ما أعرف أقسم بالله ما أعرف والله ما أعرف. عادي كم مرة أحاول. لا تسمين روحك سواقة وأنت ما تعرف. شكرا. جحفلة؟ لا ما له جحفلة. أقول 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 مو جحفلة. كان تورى ما خلص ثواني يقطر بالدواء. أقول جحفلة جحفلة. أقول مو جحفلة. لا مو جحفلة
مجح فلا وتشبي سعود لأنه كان 9-8 وعلى طول نزلي قطر. أقول لو سمحت لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم. قوم قوم. أول حكم تصبح على خير أمبي. خلاص داعم يراح. أنت من الخير. أنت من الخير. باي يلا باي. أنت من الخير. تفضل يقول احكام. قطر اللي بينام داعمي خلاص راح. نوم العوافي يا بعد راسي يا قطر نوم العوافي. والله بيروح خلاص بيهدني ورايح. بيهدني ورايح يعني خلني استغل الجولة. خلني استغل على الجولة. اسمع أول حكم تقوم تجيب لي بيضتين تكسرهم على راسك. أقول جحفلة فاني. جحفلة بيضتين. لا مو جحفلة. لا مو جحفلة. مو جحفلة والله جحفلة راني. لا مو جحفلة. لا مو جحفلة. لا مو جحفلة. مو جحفلة. أنا شو اسمه داعميني إيمور سينكيو بعد عمري نواب وعبد الله أحمد رشراش عبد الله الشريف أمونتي النجم كلكم يعطيكم العافية أشكركم بعد عمري فديتكم. بابا اسمعني اسمعني. أول حكم تقوم تجيب بطين تكسرهم على راسك زين. ثاني حكم طحين تحط على راسك على شعرك أوكي. ثالث حكم تغني لي جولة كاملة بس فيك الجولة تغني لي ما توقف. طيب فيك الجولة يا لبا يلا ما 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 توقف. أبشر يا لبا بالغرفة السحرية. لا لا بالغرفة السحرية وافقت على ذاك بغرفة السحرية وغرفة أبوي قريبة من ال أي أوكي يلا ما شتري. قد ركز بالاغنيه ايش فيك انت قاعد ما له شغل قاعد تسوي لا تستهبل. اشوفك كل يوم واروح واقول نظرات رد الروح. ما بتغني باخذ حصانه كل يوم بس بس باخذ حصانه بس شب 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 خلاص يا سعود خلاص يا سعود خلاص عشان عايش يا البرا عشان اللي أنا توصيني على الكتمان وتبغى حبنا بيبان تغزيني على الغربان حبنا ميمان ميمان. علينا ذنب الفاضي. شو رأيكم بالله يا الأغنية ذي بصوتي؟ خلي حصان أنا منور عهود القلب منورة يا شراييني ودمي اللي يجري في قلبي. خذيتي شنو؟ حصانة. حصانة إن شاء الله يرفس يكسر عظام عظام رجلي. والله خذيت حصانة عشان أنت قاعد تستعب قاعد أقولي غني جولة كاملة ثم ما تبي تغني أنا خذيت حصانة. مو بكيفك. أبشر عيني لك. مو بكيفك أنا خذيت حصانة انتهى. مو بكيفك. أخذي حصانة أخذي حصانة. نور عهود بعد عمري. مين عهود؟ مالك دخل. بعد مين عهود؟ ولا لو نسمو ممثلة لو نسمين ما تجيبين السغلة عهود بقلبي.
والله اني صادق. رانيا لو جيت الكويت تعطيني الايفون هديه. اقول شب اقول شب عشان هذه من زين. انا باخذ حصانتين اخلي عهود تنفعك. اي والله تنفعني عهود الله العظيم. بس خذ القلب عهود تصحى من النوم تدعمني. انت تسوين هذا الشيء هذا انت وجهك. والله حبيبي انا ليش ادعمك عشان حالات وجهك يعني؟ ما ادعمك انا دعمت وانا قلت لك لا دعمتني مره. والله تعال شلون ادعمك انطر. حبيب اسد سكري لايف وحولي عملات ودعميني اسد. ليش احول عملات؟ انا اوريدي عندي عملات. كم عندك تقريبا الحين؟ اقول عادي. قولي شاحنة. شاحنة كم؟ لا مو شاحنة ما أشحن. أجل كيف؟ المكتوب عندي العملات إيش كثر. لا يعني. مو هذه ما أنا دخل ما لا دخل هذه. إيه هذه أنا أقدر أحولها وش اسمه؟ إيه أنا أقصد كذا. إيه ما هذا هو 6 أصفار. أرحب أمير ذاتي أرحب يا حبيبي يا بعد راسي. ايه هو تدعمه من سنة ونص صدق. يقولوا لي لا تقولي بعد عمري خايفين علي. يما فتوى يما فتوى اللي خايفين علي. فتوى رنج رنج اسمنتي يا ابوي. ايش يقولوا لي لا تقولين يما فديتكم. والله اقسم بالله فديتكم. والله فديتكم انتوا عسل. تدرين ذي عهود معها سيارة شنو؟ معها بي ام دبليو 2023 انت ما ركبتيها. ترى مو بالسيارة. مو سيارة. انا عندي سيارة احلامي هذه كافية. شنو سيارة احلامك؟ الرنج. انا كنت خاطري فيها من زمان. انا عندي سيارة احلامي ودي فيك خير. وانت سيارة احلامك وانت وجهك ذا الخايس اطلعي خط. شنو سيارتك هذه الكاميرا معفنة اللي برا؟ معفنة هذه فوفو هذه بكخير الحقيقة بكخير. امسكي درة اقسم بالله هذه من احلى سيايير اللي انا احبها وتتحمل كد كذي مهما تروى فيها عادي تتحمل. هذه سيارة كامري ترى حلوة ترى صدق والله كامري تتحمل. والله مو كامري مو كامري مو كامري. انا قاعد اتكلم على الكامري. ايش تبي؟ انا اقول لك افلون 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 ملكة الخطوط. هذه مو معفنة كنت قاعد يم واحد راكب يمه. لا تصبت. سيارتك تجيب زي كذا يا المدودة. مقلوب ممكن كم يا المدودة ذي؟ 260 يا المروحة. 262 يعني ما فهمت. 260 العداد؟ ايه انت دايس 260؟ مو انا دوس 260. زين 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 طلع السياره من الكراج. زين وشنو يعني 260؟ ما فهم ترى شيء عادي 260. ليش محسسني وايد قوي؟ رمجك يمشيها؟ اي يمشيها ونص بعد ان شاء الله عليك. سلندر اي حياتي اكيد يمشيها. كم سلندر؟ سلندر ها؟ التسلندر يعني أكيد يمشيها يعني. قوي قوي مرة قوي. يعني 4 سلندر يمشي 260 مالتك يعني 200 لا 240 ما ست سلندر ما يمشي 260 خير. الأفلون اللي معي كم سلندر؟ ما أدري 8 6 سلندر. إيه أوكي نفسي. أطلع خط. طيب أطلع خط الخط يحكم. تعال 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 اركب سيارتك وتعال للكويت. ترى يلا 4-5 ساعات أنت واصل عندي. انزين وشوف شان اتحداك تلحقين احرقها في طريق السالمي وانا راجع للسعودية. خلاص انت خليك هذه وانا معي فراري. لا نتفقنا عن رينج فراري. استأجر لك لامبورغيني اخليك تعرفين. انا قاعد اقول لك ليش لامبورغيني. اجيب لك سوبرا. سوبرا انتفك لين تبكين.
تنتف مين؟ عفية السورة. تنتف مين بابا؟ تنتف مين؟ تنتف أذنيك. خير جرب انت بس تعال كذي دوس معاي. انت عبالك تخليك من هذا الان بنية وكذي ولا كان صبي؟ والله صبي بسواقة والله العظيم. من انا كنت امشي هني كنت دايسة الشرطة توقفني عبالي مصبي. نعم لا والله جربني بس جمعك. تعرف بس سعود سيك سؤال والله والله جد والله جد جاوب كل مصداقية. عمرك حبيت من قبل؟ طبعا. شنو صار؟ صار اللي صار. اي شنو صار يعني؟ بيتها وحبتني وخذينا هدايا من بعض وتركنا بعض حال الدنيا. ليش يعني شنو خذيت هدايا؟ شكو الهدايا بالموضوع؟ تالة هم قصدهم تالة؟ لا مو تالة. تقصدين حب الالكتروني ولا حب غير الالكتروني؟ لا حب 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 حب. والله شوفي حب انا حب حب الصدق حب حب صدق 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 ما حبيت للحين ولا مره. يا حرام ليش يا حرام يا سعود؟ خلاص ما تعيطش. طيب شو انت بتعيط يا سعود؟ هي خانتك؟ طب جرحتك؟ كذبت عليك؟ طيب بجد قلتلك راح تجيب ايس كريم وانت ما تعرفش؟ طب راحت البقالة وانت ما تعرفش بجد؟ طب دخلت الحمام ومن غير ما تقولك؟ عاد 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 يا عاد تطور مع عاد شو شو ليه دخلت الحمام وما قالت لك؟ لا انا عادي في ريايل كذي يقول لا لا اسمع والله والله يقول حتى لو تشيل الحمام اخذ تليفونك معاك. اقول ترى انا شو بيسمع ويسمع اسمع اللي سالفة ما ردت عليه. انت وين كنت جاي؟ يقول انا بالحمام. شلون ما تردين علي كذي؟ عرفت هات تليفون تاخذين معك الحمام الدبالة. والله العظيم اقسم بالله كذي والله والله زين. وعادي هو يكون مثلا خاينها 100 مره ما ادري شنو شو مسوي اوكي وتعال فيها خير تنزل حتى لو مع اهلها فيها خير او تنزل بقاله انت تخوني علي انت ابو شكلك. لا لا يعني. انا انسان متفتح في الحب جدا. شلون يعني متفتح في الحب؟ شلون يعني؟ زوجتي يعني عادي يعني عادي عادي تطلع الساعة 7 بالليل والمصحف الساعة 7 بالليل والمصحف بس كده الساعة 7 بالليل بس هي ترجع البيت الساعة 7 بالليل صح؟ ترجع الساعة 7 بالليل يعني. والشيء الثاني يعني اما بعد الساعة 7 بالليل انا اطلع ما ارجع للساعة 6 انقطار رجع. شوف قالوا في نوم ونوم والقلب قطوري ليش ما انت يا بيبي قطوري لا تنام قطوري لا تنام بيبي قطوري. اقول اسكت 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 خلاص خلاص انا بنام. اقول بنام في ناس لهم حق علي بسكر لايف خلاص يلا راح. متى الايفون حقي ان شاء الله ترسلينه؟ ان شاء الله بتخليني خليني خليت اللي احسن منك تخليني. متى انت ليش ما تفكر الساعة 12 لايف؟ انت قلت لي ليش الساعة 12 وانا قلت لك لا. والله اني امس قلت لك سالتيني متى بس قلت لك الساعة خلاص اليوم ندش الساعة 12 عادي. شنو يعني؟ ان شاء الله اليوم الساعة 12 ان شاء الله نشوف. سعود قبل لا ادش انت عندك سنابي دزلي قولي راني انا بديش الحين اللايف وانتهى الموضوع عادي. انا مو انا اللي راسل البنات البنات هم يراسلوني. السلام عليكم يا عمي ترى انت اللي دزيت لي دعوه ترى اول مره. ايش فيك؟ السلام عليكم بيبي. وعليكم السلام بيبي. باي.